عليكم الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا للناس اللي كيدخلوا كيتابوناو، شكرا على اللايكات. اي حاجة كديروها معايا الله يجعل ربي يسهل عليكم ويوفقكم ويوقف معاكم يا ربي يا ربي. الكبيدات فين انا دابا؟ في الناظور. الناظور عيط الكبيدات. ايوا اش غنقول لكم؟ صحاب لكم بغات تجي، والله ما بغات تجي البنات، عجبتها وجده. ايوا الكبيدات ديالي اللي ما بغيت، والله العظيم ما تسمحوليش. حنا عاجينا كيف وصلت ما تسمحوليش، كيف وصلت شربت درنا واحد كويس دا تيشربناه، قلت لهم معانا نصور فيديو نوريهم المشتريات، حتى انا اللي شريت لاله من وجده. المهم الكبيدات ديالي غادي نوريكم داكشي اللي شريت من وجده، ولهلا يخطيكم. وتحيه لكم كاملين المتتبعات ديالي، سواء يعني داخل المغرب خارج المغرب، الناس الجزائر وبزاف الناس اللي في وجده ما شاء الله رحبوا بيا، وبزاف الناس والله زعما لهلا يخطيكم عليا كاملين. والله الكبيدات دابو المشتريات، باش ما نطولوش الفيديو، باش غنبدا لكم الكبيدات. غادي نبدا لكم واحد الحاجه معروفه عندنا في الشرق، معروفه عندنا في وجده يعني، والكثير الناس كتعجبهم. انا نموت عليها والله العظيم، وشريت منها كيلو. نبداو شنو هي؟ بودال. سفرشاتني البنات، شريت كيلو ديال البودال، شفتو معايا الكبيدات. غادي نديرو في الفريكو والله نبقى نجبد طريف طريف. هانتوما الكبيدات، وين البودال؟ ها هو الكبيدات. واو على البودال كيلو شريت البنات. هانتو فيه جوج جرارات هما. اش غنقولكم؟ والله العظيم الا وصل بحال الامان، زعما اش غنقول لكم؟ اصلا كان جامد، وها هو يعني عشاق البودال. والله سمحوا لي الكبيدات اللي خارج المغرب، وجا الله ما تسمحوا لي الكبيدات. واخا هنا الكبيدات كاين واحد الراجل كيجيب النعناع من الجهه ديال في كتسكن امي، كيجيبو ديال الماء الحلو. حنا نقول يعني نعناع ما شاء الله، شنو نقول لكم على ريحه فيه؟ الله والله الله يا سعيد، جبت ثلاثه الكبيدات الله يا سعيد. وكيجيب ما لويزا، ها انتم الكبيدات. شنو هي لويزا؟ ها انتم بحالها بحال النعناع، لويزا اللي كتكون يابسه بحالها بحال النعناع. نوريهم هنايا، جبت البنات كيلو ديال الكعك، كيلو ديال الكعك الوجدي. هنا الكعك، شوف الكعك. هانتوما البنات كيلو ديال الكعك، هانتوما تقديت انا لوليداتي والله، ولهلا يخطيكم عليا الكبيدات. كيلو ديال الكعك، وتبقاو تعاونوا مع والدين وي وجدة، تعاونوا مع ماما وكلشي عائلات كلشي، تعاونوا ان شاء الله. لكن هنا الكبيدات الله يربيكم الله يخلي لكم والديكم الكبيدات. هنا شريت هذا ديال املوكي بحال، المهم ديال املوكي دير 700 درهم، 35 درهم قاو قاو داكشي فهمتوا، ما 35 درهم. شريت هادو وحده، شريت هادي واحد الشبيكه 4 دراهم. ماما اللي جابتها. شريت جوج بانيويات هادو، هانتوما 4 دراهم، 4 دراهم، 4 دراهم، وهادو 5 دراهم. شريت زويجات هادو 3 دراهم، شريت جوج. كيكون عندهم خير. واه البنات شريت هادي شحال هادي وما عاجبيني، ولكن هنا غاليين تما رخاص. شريت وحيده هي ندير فيها الماء، هي والغطايه ديالها الكبيدات. المهم ها هي الغطايه ديالها الكبيدات، نضرب ليها غسله
وفيها السقايه خلاها ليا ب 35 درهم. مصوب معايا بكا هضري ويشه ما تبطح حتى لي تري الكاسو قاكي مسكين كيدير الغراف صغار. شريت عليه هاد الغراف كبير. هاد الغراف عنده ميوني هذا غريف عنده غطايه ديالو. علاش كيدير هذا بنتي من شربو تغطي باش ما طيحش شي حاجه. اه باش ما يطيحش الماء. هذا عطاه لي مسكين فابور غرف صغير قال لي هذا دير لبنات عاود صحيا لك ياني دابا. ها نتوما هادو شريتو ب 5 دراهم هادو ديال الخشب. شحال من مره البنات كنبغي نحرق الطحين وهكا في العواشر وما كنلقاش المعلقه ديال الخشب كانت تهرسات لي العام اللي داز والله هاد العام ما لقيتها صافي ما لقيتهاش يعني شريت جوج. وهادي وهادي ماما هادي تلفتني راه هادي ديال العسل شريتها حتى هي ب 5 دراهم. هادو كان عليا نشري وحده كبيره وحده صغيره اللي كانت عندي انا داك العام ترست لي ماشي هاد العام هذا العام الاخر ترست لي كانت عندي كبيره ولكن كان عليا نشري وحده كبيره وحده صغيره شريت غير جوج صغار معليش. علاش هادي شو دير فيه؟ هادي ديال العسل 5 دراهم. شو دير فيه؟ شتي ها ودي العسل دابا انا زعما غادي نحط لكم في هاد غير اش عندنا شي حد ولا نحطوها يديروا هكا العسل يديروا هكا داكشي. واو واعره كيجي ماما ماما كتسري حتى حاجه كتحلو كيعني واعره. انتوما البنات هادو هانتوما بويجنات صغار شتي هادو الكبيدات كنحسب ليا هذا بوحدو قال لي 10 درهم وهذا 20 درهم ولكن راه خلاهم لي ب 15 درهم. هذا كيفاش جوج الكبيدات شريت وشدي فيهم ماما ينفعوا البنات اي حاجه في المشتى ديري فيهم بيض ديري فيهم اي حاجه دير بصالة اي حاجه كيما شفتوا فوق البوطه لا فوق البوطه بحال دابا في الماتا نتوما مشيتوا تقراو ياكو وفي الماتا نخلي لكم فيه الغدا. اه فهمتوا كيفاش في الماتا؟ اه ماما نخلي لكم الغدا ومهم يزرعوا في الماتا كناكلو انا ويا ياسين. اه وبا اختي وبا اختي شوف انا شريت الكبيدات انا اختي وياسين قراو في هاد العام شريت الطويجين البنات اهو كي جاكم هاد الطواجين. انا عندي طاجين والله العظيم الى مقبل كورونا هذوك اللي فيه الحديد قديم عندي وباقي ولكن تهرس له هذاك وديما كنجبرو كيتهرس كنجبرو كيتهرس كنجبرو. المهم اللي بغات باش كيتجبرو الطواجن يعني طريقه صحيحه انا اقسم بالله الى مقبل كورونا وداك الطاجين عندي وفي ما يتهرس نجبرو ويطيب مخير. اللي بغا الطريقه ديال الجبار ديال هادو تقولها لي اللي كندير انايا وقديمه عند ما الطواجن ها هو تاكيدي خلاها ليا ب 40 درهم ديال خير. هادشي اللي شريت الكبيدات شحال شريت هذا فين هي هذا فيت اللي فيه سبان انا هذا كان قال لي 60 درهم كان قال لي 60 درهم وشديته ب 45 درهم بحال هكا. مولا صوب معايا والله صوب معايا مزيان والله السيد الله يعمر هذا والله واش ديته ب 40 درهم وصلت 9 دقائق. اه 9 دقائق قال لي زيد 9 دقائق واش ديته ب 40 درهم يا ربي تفكرني في الشهاده يا 35 درهم يمكن باش ديته ما عرفاش 35 درهم 35 درهم يمكن والكبير ديالو حيت فيه الكبير فيه التوسط والله وداك الشيء عندهم زوين تبارك الله. ماما باش العام ندخل انا واختي وياسين واسامة شنو؟ مدرسة. اه 35 درهم والله الا 35 درهم دابا اللي نسيت 35 درهم. المهم الكبيدات
شكرا لكم والهلا يخطيكم. دير لايك وسبسكرايب على زارك سمي فاميلي كتبغيكم كاملين. يلا سنا الكبيدات ديالي وقفوا مع اختكم سميه ودعواتكم ليا دعواتكم 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 ليا والله يسهل عليكم والله يوقف معكم كيما وقف معايا وانتم شاركت معكم داكشي اللي شريت لك كتب الله وشحال ما نشكركم قليله الكبيدات ديالي والله العظيم الا شحال ما نشكركم وديروا اللايكات الجرسات المهم هذه واعره خديناي وحده البنات هادي راه كتحمق كتحمق ولا لا في الناظور في الناظور ما كاينه 35 درهم والله الا كتحمق ما دير في التوصيل طوقيها كيجي واعره حلو معك الطري فيه السكر المهم الكبيدات هذا هذا راه ماشي كله قاويز قوقو ولكن الشكيله كيزيدوا فيه الزميط ماشي مشكل مهم بنين زوين زوين بزاف مع مسمن ولا الدراري عجبهم انايا ولا الدراري عجبهم مع الخبز ماشي الحال المهم القويت وصافي دايرين هنا قويت ولكن المهم الكبيدات ديالي انا شاركت معكم المشتريات وقفوا مع اختكم سميه وانا راه شنو نقول لكم والله الله يجعلك يوقف معكم وشحال ما نشكركم قليل يلا خليتكم الكبيدات شكرا لايك وسبسكرايب على الفيديو الجديد ونشتركم معكم يلا باي سنة كنقولو تسنى نقولو سلامة بحالي راكبة في الطيارة بغيتو تمشي نلعب بغيتو تمشي نلعب شي يا ياسين بغا يمشي يلعب قالك توحش صحابو يلا الكبيدات شكرا لكم نخليكم معكم كملو 10 دقيقة لا شكرا وسلامة عليكم وخليكم معنا فيديو زي ان شاء الله ونشارككم معكم يا سلام الكبيدات.